رجعنا من جديد مستمرين، وببداية اليوم مشوارنا الصباح حكينا عن موضوع اتخاذ القرار وقديه مهم دائما أو قديه لازم نعرف ناخذ القرار الصائب بحياتنا، ولكن اليوم رح نتعرف أكثر كيفية اتخاذ القرار السليم، وعادة من يعني منطلق بشري كيف الشخص بفكر. هناك أشخاص كما تحدثنا اتخاذهم للقرارات بيكون معتمد على القلب، في ناس على العقل. اليوم رح نشوف شو الصح، وأحيانا ممكن يكون ما في شيء تأكيد صحيح، ممكن انه يكون في استراتيجيه مهارات معينه تتبعها او مهارات معينه. رح نتحدث اكثر في هذا المجال، رح يكون معنا مدربه المهارات الحياتيه الدكتوره مي دياب. اهلا وسهلا. اهلا فيك. اهلا ست مي. اهلا وسهلا فيك حبيبتي. يعني هو موضوع مهم جدا، خاصه انه احنا على ابواب سنه جديده. نعم. والناس بدها تتخذ قرارات، بدها ترجع عن قرارات. ف صحيح. يعني تحكي لنا عن اهميه اتخاذ القرار او اهميه تطوير مهارات صحيحة لاتخاذ القرار. نعم، أول شيء زي ما حكيتي هي مهارة، اتخاذ القرار هو مهارة. كلمة مهارة تعني أنه هو سلوك مكتسب، يعني بالتالي هو مش سلوك والله بيجي معاي جينيا أو فطريا. فالسلوك المكتسب معناها أي مهارة أنا لحتى أقدر أطورها لازم أتدرب عليها وأمارسها. فهلأ أهم إمتى تكمن أهمية القرار وشو هي اتخاذ القرار؟ هو اتخاذ القرار أني أنا أقرر بدي أعمل شيء معين بناء على الخيارات المتاحة بعد ما أقيس المخاطر اللي قدامي، ويكون هذا القرار بيخدم هدف. يعني في النهاية أنا أي شيء بدي أعمله لازم يكون بيخدم هدف. هلأ ليش القرار قدرة أو مهارة اتخاذ القرار مهمة؟ لأنها أجين هي بتخدم الأهداف تبعتي. فأنا إذا عندي أهداف واضحة بقدر أخذ قرارات واضحة، هاي القرارات بتساعدني على أني أقرب من أهدافي. تماما. كمان هي بتزيد من ثقتي بنفسي، بتزيد من ثقة الناس فيني لما يحسوا أنه أنا شخص قادر على أخذ القرارات. الناس اللي مثلا أنا مسؤولة منهم سواء كان عائلة أو مؤسسة أو أسرة أو يعني بغض النظر عن حجم القرار أو الناس اللي ممكن يأثر عليهم. بالإضافة لأنها بتزيد من فعاليتي وإنتاجي، يعني الناس اللي عندهم إنتاجية وفعالية عالية بتميزوا بأنهم عندهم القدرة على أخذ القرارات. فهي أخذ القرار هي مهارة مهمة جدا في حياتنا، بتساعدنا على تحقيق الأهداف وزيادة إنتاجيتنا بشكل عام. بالتأكيد. وأعتقد أنه في ناس بتواجه صعوبة كثير باتخاذ قرارات، واليوم بدنا نعرف شو السبب اللي بعض الأشخاص بحكي لك أنا ما بعرف أخذ قرار بحياتي. دائما بسمعها كثير من الناس. صح. هو أهم سبب أو يعني أكثر سبب بتكرر معنا هو أحيانا أنه في خيارات كثير. فالواحد خاص بنعجق، يعني مش احنا زي ما بنقول إذا بدك تحيره خيره. لما يكون في خيارات كثير خاص الواحد بطل يعرف يختار. فبتلاقي حتى في بعض الناس اللي ناجحين عموما أو مثلا عندهم قدرة على أخذ قرارات سريعة ومناسبة بيريحوا حالهم من الخيارات أو القرارات اللي أنا مش لازم كل يوم أضلني أفكر فيها، زي مثلا موضوع اللبس. بتلاقي ما بعرف تتذكروا مثلا ستيف جوبز مؤسس آبل كان دائما يطلع بالبنطلون الجينز والقميص الأسود، خلاص ما عنده كاركتر أنيميشن. خلاص هو بس ليش هو بده يريح حاله من إنه شو بدي ألبس كل يوم؟ يعني هاي يمكن معضلة عنا إحنا البنات بالذات، إنه بوقف قدام الخزانة شو بدي ألبس، وهاي اللبس نظيفة وهاي اللبس بدها كوي وهاي. فمثلا هاي الاستراتيجية يعني بتخليني أحصر الخيارات تبعتي، وبالتالي أني أنا أخلي اختياراتي يعني قراراتي مدروسة، مش أنه والله أنا طول اليوم قاعد عم باخد قرار ورا قرار ورا قرار. لأنه بيصيبنا بالآخر إشي اسمه decision fatigue أو إرهاق القرار، إرهاق اتخاذ القرارات. يعني مثلا إحنا بنروح على السوبر ماركت، تروح تشتري منت البيت، ما بتوصلي عند الكاشير اللي انت خلاص مرهقه. طبعا هناك بحطوا لك كل المغريات، الشوكولاتات والشغلات الزاكيه وكذا، فبتنهار بتكون موجوده على الكاش. ايوه بتنهار المقاومه. فهي فعلا من ناحيه نفسيه درسوها انه انت لما توصل الكاشير انت خلاص تعبت من اخذ قرارات تكون فيها حالك. هلا خلاص تعبت، فبتاخذ اي شيء وبتشيله وبتمشي. فهي الواحد انه يعني يقلل كميه القرارات اللي عنده في اليوم لحتى يعني يقدر ياخذ خيارات اكثر. كمان طبعا لما ما يكون عندنا متوفر معلومات كافيه، هاي بتعطيني صعوبه في اني انا اخذ قرار. اذا انا ما عندي معلومات كافيه، يعني مثلا بدي اختار بين الف وباء وانا مش عارفه كثير صح هذا الموضوع ايش ابعاده. فهي لازم يكون عندي معلومات كافيه. كمان سبب اخر ممكن الخوف والتردد، انا خايفه انه يصير عندي قرار خطا. فطول ما انا خايفه ما راح اعرف اخذ قرار. في النهايه اي قرار فيه مخاطره، يعني مجرد انك تركب السياره فيه مخاطره. فالواحد بده يعرف انه
يعني مش دائما اكون والله لازم يكون مضمون 100%، لان ما في شيء مضمون 100%. بالاخير في احتمالات ما بنقدر نحطها في قراراتنا. عشان هيك انا بحس الاشخاص قد يصنفوا الى قسمين، القسم الجريء جدا باتخاذ القرار، بتقول لك صرت مقرر انت انك بدك مثلا تتجوز مثلا هالقد بسرعه، وحدا ثاني على شراء مثلا ربطه خبز بجننك قبل ما ياخذ، لا بدي الاسمر، لا بدي في ناس كثير حذره باتخاذ القرار لدرجه فظيعه، وفي ناس صعبة. هالتهور اللي هي الحالتين خطا يعني. لانه انت في يعني سواء التسرع معناها انت ما درستي الموضوع كفايه، والمماطلة الشديدة معناها عم بتضلك تدخلي احتمالات احتمالات احتمالات، فشل تحديدا، وبالاخير ما رح يعني بالاخير ما رح تقدر تاخذي قرار، او رح تاخذي قرار وانت مش درستيه حتى يعني اخلص من الزهق يعني انه خلص يلا بدي اخلص يعني زهقت انا عم بفكر في القرار. اليوم كنا نحكي انا وسمر الصبح بانه قد ايه في ناس بتعتمد على قلبها، وكانت تحكي سمر بنستفتي قلبنا باتخاذ قرارات، وفي ناس بتعتمد على المنطق والتحليل، واحد زائد واحد أرقام. شو الأصح؟ وكان في دراسة قرأتها مؤخرا بحكي لك بأن الأشخاص اللي بيعتمدوا على العاطفة في اتخاذ القرارات أكثر نجاحا بحياتهم من الأشخاص اللي بيعتمدوا على العقل. معقول؟ هلا هي إلها أكثر من وجه. طبعا العاطفة العاطفة يعني ما تكون إنها والله مثلا يعني زي ما بقول لك ما تاخذ قرار وأنت معصب، ما تاخذ قرار وأنت جوعان، ما تاخذ قرار وأنت متألم، لأنه القرار ممكن يكون غير صحيح، فأنت يعني بهاي اللحظة أنت غير متزن وغير يعني مش 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 واقف على أرض صلبة لحتى تاخذ قرار أنت دارسه منيح. بس يمكن العاطفة اللي بيقصدوها هون إنه أنا لما أكون مثلا حاسس يعني عندي أحساس. حدث انه هذا القرار الصح صح. لما يكون عندي خيارين يعني منطقيا تقريبا نفس الشيء او النتيجه تبعتهم متقاربه، فانا بشوف هون بتبع قلبي القرار الصح، هون بتبع احساسي، وهاي الشغله اكيد صح لانه في الاخير يعني احنا مخلوقات عاطفيه يعني عندنا مشاعر عندنا احساس وعندنا فراسه يعني او عندنا هيك حدس يعني لما نتبع حدسنا احيانا كثير بيكون صح او على القليل هذا الشيء بيريحنا انه انا بالاخير سمعت لقلبي. صح. أنا دائما في كثير اصلا بنردد قلبي بيقول لي انه لو رحت من هاي الطريق احنا مش بنقول عقلي بيقول لي قلبي بيقول لي صح لما يكون واحد لهذه الدرجه محتار. طيب في اتخاذ زي ما انت قلتي في اتخاذ قرارات بدنا نتخذها للاخرين، عائلتنا اولادنا اهالينا لما يكبروا بالعمر، هون بيتصفي المسؤولية أكبر. yes, خصوصاً مثلاً إيش بأي مدرسة نحط أولادنا، شو نطعميهم مثلاً على الغداء، يعني هاي التفاصيل كيف هاي المسؤولية ممكن نحن نشيلها ونهيئ أنفسنا نكون آباء كويسين مسؤولين كويسين، صاحب عمل بيتخذ قرار، مدير بيتخذ قرار، قاضي بيتخذ قرار، هون صعب أكثر. هلا اول شيء اصلا هي كمهاره احنا حكينا هي عباره عن سلوك مكتسب، فانا عشان ابني هاي المهاره لازم امارسها باستمرار. يعني كثير بيجيني ناس والله انا ما بقدر اخذ قرار. ما بتقدر تاخذي قرار، بلشي بالقرارات الصغيره. يعني بلشي زي ما قلت مثلا شو بدي اكل شو بدي البس، لما حدا يسالك وين بدك تتغدى يكون عندك قرار، مش انه دائما وين ما بدكم اي شيء. لانه يعني هاي ممارسه انه انا عادي بقدر اخذ قرار، لو طلع غلط لو طلع المطعم مش زاكي او لو طلعت الرحله مش كثير انبسطت اوكي يعني مش اخر الدنيا يعني بالزبط. فلما انا امارس يعني ممارسه اتخاذ القرار بتساعدني على اني اوصل لمرحله انا واثقه فيها من قراراتي وما عندي هذا الحاجز او هذا الخوف من القرار. الشغلة الثانية طبعاً إنه لازم أنا يكون عندي قدرة على التحليل النقدي، إني أدرس المواضيع، إني يعني لما يجي عندي خيارات متعددة مثلاً وين بدي أحط أولادي في أي مدرسة. طيب أنا معناها لازم أول شيء أحط الهدف، أنا شو الهدف تبعي من إن أحطهم في مدرسة؟ بديهم يتعلموا مثلاً، طب أوكي شو القيم والمبادئ تبعتي؟ يعني كل واحد فينا عنده قيم، القيم طبعاً هي نتاج النسيج الديني أو المجتمعي أو البيئي والتربية والمبادئ نفس الشيء، فأنا يعني لازم أدرس هنا الخيارات بناء على هاي الأشياء، لأنه أنا حتى لو حققت الهدف لكن هذا الهدف ما كان ينسجم مع قيمي ومبادئي رح أزعل الآن أو صح. رح أحس بالدونية أنتكس. لأنه أنا مش الهدف يبرر الوسيلة يعني أو مش الغاية تبرر الوسيلة أبدا، أنا لازم يكون أوصل لهدفي بوسيلة أنا بترضيني وبترضي مبادئي، فلازم أكون مثلا عارفة أنا شو أهدافي، أنا ليه بدي أحط أولادي في مدرسة فلانية، هل هاي المدرسة بتخدم أهدافي، هل هي بتأدي للمبادئ اللي أنا بدي إياها بنفس الطريقة اللي أنا بدي إياها. فتحديد الأهداف وإني أكون مسؤولة عن هاي القرارات كمان بإني أفكر طب مثلا أنا على المدى البعيد، يعني أحيانا ممكن يبين القرار هلأ والله مثلا هاي المدرسة قريبة فهي مريحة
فهذا القرار على المدى القريب كويس، بس يمكن ما درست الموضوع على المدى البعيد، انه انا هنا بعد 5 سنين بعد 10 سنين هذا القرار صحيح مثلا بيناسبني كذا كذا، بتصير بدك تنقل اولاد، هذا هذا الشيء بيناسب لإلي، بيناسب لبيئتي، بيناسب لاهدافي. يعني ادرس الموضوع على المدى البعيد. غير هيك كمان لازم الواحد يفكر دائما بأثر هذا الموضوع على اللي حواليه واثره عليه، لكن يصبر، يعني ما يستعجل في اخذ القرارات. يعني التسرع الشديد في اخذ القرارات بيؤدي لانه احنا بناخذ قرار في كثير من الاحيان ما بيكون صحيح، ندم عليه. ياخذ وقت، يصبر شوي، يدرس المواضيع من جميع النواحي، واجين يعني يراجع الحاله النفسيه تبعته، ما ياخذ قراره هو لا متحمس كثير ولا زعلان. يعني احيانا مثلا بيجيك بالمستوى الطبيعي، يعني بيجيك عرض مثلا عمل على مكان معين، بتتحمس انه العرض حلو، ايه خلص موافق، بوافق قرار. طب انا ما درست الموضوع من الناحيه مثلا الاجتماعيه، الاقتصاديه، السياسيه، يعني في نواحي ما درستها، خلص اخذت القرار لاني متحمس. صحيح. تحدثتي عن نقطه مهمه جدا، بانه بعض الاشخاص بيواجهوا خوف باتخاذ قرار، وهون خليني أرجع شوي للأهل والتربية والطفولة، بأنه قد ايه هذا الإشي بيعتمد على الأهل أو الأم أو الأب بأنهم يعطوا الفرصة لأطفالهم يتخذوا قرارات، لأنه أحيانا بعض الأطفال أو الأهل بنشوفهم بياخذوا كل القرارات عن أطفالهم، ما بيسمحوا لهم أو ما بيعطوهم مساحتهم، وهذا الإشي بتربع عليه الطفل، بيكبر وبيضل بنفس المشكلة. صحيح. إذن يعني شو الحل الأمثل للتعامل مع الطفل وأعطيه مساحته؟ كيف ممكن أخلي الطفل يأخذ قراراته؟ هي يعني أنسب شغلة طبعا حسب عمر الطفل، بس مثلا خلينا نحكي عمر 2-3 اللي هو كتير صغير لساته مش عارف عن جد مصلحته، لكن أنا بعطيه مثلا 2 أو 3، الثلاثة بالنسبة لي مقبولين، الثلاثة بالنسبة لي أوكي. يعني مثلا تأكل موزة ولا تفاحة ولا برتقالة، أورجيه أنه هو لديه قدرة على أنه أخذ القرار وأعطيه هذا الخيار، بس الثلاثة بالنسبة لي اوكي، مش اعطيه مثلا موزه ولا شوكولاته لانه اكيد رح يختار شوكولاته اكيد. او يعني جزء هذا القرار بالنسبه لي مش مناسب هلا، فيعني اعطيه خيارات تناسب سنه، وتكون هاي الخيارات بالنسبه لي كلها مقبوله، لكن اورجيه انه انت يعني لديك القدره وعندك الجراه وبتقدر انك تاخذ هذا القرار ويتحمل مسؤوليه هذا القرار. اخذت موزه، خلص الموزه لك، That's it. فخليه يتعلم من وهو صغير، لأنه شوي شوي مع الممارسة رح يبطل القرار صعب عليه. لما يجي عنده قرارات أهم من هيك رح يصير سهل إنه أوكي يدرسها. طب أنا بحب هيك، أنا بعجبني هيك، طب هذا الشيء بيناسبني، هذا الشيء ما بيناسبني، رح يصير يقدر يأخذ قرارات أسهل. طريقة التفكير بتختلف. Yes. أنا اللي بحسهم أكثر يعني موضوع اتخاذ القرار عليهم صعب أكثرهم من النساء. وانتي عارفه نتيجه يعني طبيعه مجتمع، كثره التفكير ونتيجه انه في كثير مرات مرجعيات هم بيضطروا يسالوا فيها. صحيح. حتى لا يلاموا، مثل اختيار شريك الحياه بالضروره طبعا اكيد تسال ابوها واخوانها وكذا، بعكس الرجل اللي بيقدر يتخذ قرارات من راسه. بدي اروح اشتغل مثلا برا البلد، يعني هذا قرار لازم يشترك معها ناس كثير في اتخاذه، عكس برضه الرجل. يعني كيف بتلاقي هذه المشاركه للمرأة بأنه الكل بقد معها القرار يعني، وأحيانا يملون عليها قرار معين؟ هلأ شوف بالحقيقة يعني هو إذا منلاحظ أنه فعليا هي محمية بهذا النسيج الاجتماعي، لأنه أنت فعليا لما تاخدي رأي الوالد وأخوك ومثلا حدا خبير وحدا بيعرف، هن بالأخير بهمهم مصلحتك. أنا شخصيا بحبه هذا، يعني هذا الشيء بيحمي المرأة. يعني أكيد المرأة بتتعرض لمخاطر أقل. نعم. نعم. لما هي تحاول أنها تشوف خبرات الناس اللي مرجعيات بالنسبة لإلها، لأنه هذا الشيء بيحميها من أنها توقع في خطأ أو توقع في شيء يمكن هي ما عندها خبرة فيه. والعكس حتى في اتخاذ القرارات، حتى لو كرجل لازم الرجل يأخذ خبرات من الناس اللي أخبر منه واللي أعلى منه، بس طبعا الرجل عنده الجرأة شوي أنه يخاطر. وعنده القدرة أنه يخاطر كمان، يعني إذا خاطر ما في هالconsequences أو التبعات الخطيرة. لا يلام كثيرا أكيد، يعني هاي نسائج أقل ما رح أحكي، بس لا يلام. بس أنا برأيي وشغلة بنشوفها على أرض الواقع، بأنه جد كثير الزوجة أو الأم دائما بنشوف قراراتها خلينا نحكي بتساعد مش بس الزوج، بتساعد الأسرة كاملة. فبنشوف قد إيه دائما أنه فعلا نجاح الأسرة بسبب قرارات الأم أو بقرارات الزوجة. حتى نجاح الزوج دائما بنحكي قد ايه دائما حدا بيرفع الثاني، وغالبا انه دائما الزوجة هي اللي بترفع، يعني هي يا بتهدم البيت يا بتساعده وبتفعليا صحيح بتنمي هذا البيت. صحيح، لانه المرأة بتكوينها
شمولية أكثر، نظرتها شمولية وعندها إحساس بالآخرين أكثر. يعني الرجل تقريبا بيكون عنده هدف بدي أحققه، بس أنا لازم أجيب مصاري هالقد عشان أقدر أطعمي أولادي عشان أقدر أحطهم مدارس، هذا هو هدفه. الأم بيكون عندها نظرة شمولية أكثر، هذا شو محتاج، هذا محتاج عاطفة، هذا محتاج مثلا دراسة أكثر، هذا محتاج شغل على موضوع فلان، فبيكون عندها نظرة شمولية أكثر وعندها بعاطفتها وبفطرتها قدرة على أنه تحلل أنه يعني الحاجيات هاي كيف ممكن نلبيها للجميع بأفضل طريقة. صح. أيوة فبتساعد تمام. الرجل فعليا أنه يأخذ القرار الأنسب لعيلته. يعني أحيانا بيكون الرجل هو نفسه مش عارف أنه طب أوكي شو اللي بيناسبكم، أنا بعمله بس اللي بدكم إياه خلص خلصوني. فهي بتكون عارفة لأنها عندها نظرة شاملة، عندها قريبة من الأولاد، قريبة من الزوج، قريبة من كل الأطراف، فعارفة أنها تأخذ القرار الأنسب. صح. أو أتليست توجهه على القرار الأنسب. رائع يعني كل كلامك جميل والله يا مي. أكثر شيء أنا اليوم يعني كتير وبوجهه نصيحة للناس أنه لا تصابوا بديسيجن فتيج اللي هو إرهاق اتخاذ القرارات. في أشياء خلص يا جماعة، يعني بأي مطعم مش مشكلة بناكل، أي جاكيت لون نلبس، ما في داعي نثقل أنفسنا كتير باتخاذ القرارات. في السيدات العاملات مثلا بالذات بيكون عندهم ذكاء أنه أنا خلال مثلا عطلة نهاية الأسبوع أسبوع بشتري أغراض الطبيخ مثلاً وبقرر من خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه أنا شو بدي أطبخ كل بدل أسبوع. ما أضل كل يوم أجهد مثلاً حالي. هاي بالنسبة لنا معضلة دائماً، شو بدي أطبخ اليوم شو بدي أطبخ. فمثلاً مجرد هذا القرار أنت ريحتي حالك من 7 أيام من القرارات المختلفة 100%. خلص لأنه في أشياء أهم بدنا تركزي على شغلات ثانية، بتصيري رايقة للأولاد، رايقة للزوج، رايقة لبيتك. هاي الشغلة كتير مهمة. صحيح تماماً. صحيح. أنا بدي أشكرك كتير. شكراً شكراً جزيلاً. إن شاء الله كلنا نكون عندنا القدرة نأخذ القرارات الصح بحياتنا. أشكرك.